وبسم الله وعلى بركة الله تبدأ انطلاقة هذا الشوط الأول، هذا الشوط الرئيسي، شوط الإنتاج والمنتجين. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تنطلق هذه السباقات وهذه الرياضة العربية الأصيلة بالتوجيهات السامية والدعم المتتالي من سيدي سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. نتجه مباشرة أيها الأعزاء لنتعرف على مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، المتحدة لمحمد بن حمد بن عتيق آل بريد المري على المركز الأول، وتليها من الجانب الآخر الظبي لثلاب بن راشد بن ثلاب الهاجري. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن تتقدم هنا وضوح حسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري، بينما الجانب الآخر ومن تحتل المركز الرابع شهلة لعلي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي. الدخول والتسلل والتقدم من أحد الشعارات المتقدمة الغازية. يا سلام، اليوم يوم السعد يا مضمرين. هنا زعامة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، انتقلت زعامة إلى المركز الرابع، انتقال ممتاز. أول كيلو متر مقطوع يا متابعين الأعزاء، وهذا الشوط له طابع خاص وله وضع خاص. شوط الإنتاج، الإنتاج غالي عند كل الملاك، عند كل المضمرين، فهذا الفوز بالفعل الناموس في هذا الشوط يعتبر ناموسين على تحقيق هذا الشوط الأول وكذلك على الإنتاج. نعود مشاهدين الأعزاء إلى المتحدة من تحتل المركز الأول، والعصا مثبتة، وكما نشاهد العصا قوس وتقترب من لوحة الألف والخمسمائة متر الأخيرة. ينطلق هذا السباق المحلي الرابع بهذا الدعم الكبير وهذه الجوائز العينية القيمة متابعينا الأعزاء. وهذا اليوم يوم النقدي، ولكن أشواط الإنتاج كما ذكرت وأسلفت لها طابع خاص، فسنتعرف على سيد المنتجين للحقائق في هذا اليوم. المتحدة على المركز الأول، ما زالت لمحمد بن حمد بن عتيق آل بريد المري. يا سلام، دير لي بالك يا ابو عتيق، ارى الشعارات تقترب وارى الاسامي تقترب. يا سلام، زعامه تقترب، وايضا شعار بسعود اللي يرقص ما بين الشعارات اراه يتقدم. يا سلام، ذوق ناصر بن سعود بن حمود ال شافي انتقلت الى المركز الثاني، انتقال ممتاز. وهل الريان يتابعون عبر شاشه قناه الريان الفضائيه. الكيلو متر الاخير يا بن قريع، وايضا يا ابو سعود ويا بن نايفه، وأيضا شعار الفلاحي يتدخل على المركز الثالث. هنا الأبرقة لسلطان بن عيسى بن مطر الفلاحي قادمة، وأيضا وصول من مطرة عبد الله بن حمد بن محمد بن صلعه المري، وأيضا اللي من الجانب الآخر يا سلوب. اختلط الحابل بالنابل أعزائي المتابعين. لمن هذا الشوط يا منتجين؟ الشوط لمن؟ مطره 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 مطره، تتقدم مطره، تتحرك مطره، وانطلق الشعار بن ثلاب الظبي 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 ثلاب بن راشد بن ثلاب الهاجري. وتقدمت مشاهدينا، تقدمت مذيار وتقدمت شهله، وتحركت المتحده، وتحركت زعامه عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفه، ولكن الأبرقة، ولكن سلطان بن عيسى بن مطر الفلاحي. يا سلام، سلطان بن عيسى بن مطر الفلاحي يختطف أول أشواط هذا السباق المحلي الرابع. يا سلام، راعي الحذر مشاهدينا الأعزاء، القادم من مدينة زايد ومن الغربية، يقدم لنا هذه الدرة الثمينة. وأهنيك أهنيك على هذا الإنتاج الطيب يا مالك الأبرقة سلطان بن عيسى بن مطر الفلاحي، تهانينا على هذا الفوز. تختطف هذا الشوط بدون منافس على الإطلاق، تهانينا والناموس. لحظات الوصول، المركز الثاني الظبي ثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه زعامة لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. المركز الرابع
مطره لعبد الله بن حمد بن محمد بن صلعه المري. المركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول فيه من خبر سلمان بن حمد بن جابر البريدي المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء ايها الحفل الكريم للخمسه المراكز المتقدمه الاولى، والابرقه هي بطله البكار لاشواط الانتاج في صباح هذا اليوم. تهانينا لمالك الابرقه سلطان بن عيسى بن مطر الفلاحي، وسلام يا الغربيه سلام، سلام يا الغربيه سلام. ذهب هذا السلام على ظهر الابرقه في هذا الشوط، انطلقت انطلاق قوي ولافت في اخر الامتار لتكون هي سيده هذا الشوط وبطله هذا الشوط. فتهانينا القلبيه لمالك الابرقه سلطان بن عيسى بن مطر الفلاحي. 4:38، 47 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لسلطان بن عيسى بن مطر الفلاحي. المركز الثاني اللي ما قصرت ابدا زعامه وتوقيتها. او هنا الظبي، الظبي هي من احتلت المركز الثاني 4:39، 31 جزء من الثانيه. تهانينا لثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. المركز الثالث هذه زعامه 4:40، 13 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري.